قصة غريبة تجمع الفنانة هدى رمزي وميرفت أمين، زواجهم من رجل واحد وطقم ألماس واحد. العلاقة بين رجال الأعمال والفنانات أشبه ما تكون بحكايات ألف ليلة وليلة، فرغم منطقيتها إلى أن كثير من أحداثها قد تتعارض مع هذا المنطق أحيانا إلى درجة يستحيل مع التصديق. إحدى هذه العلاقات تلك التي جمعت رجل الأعمال والطيار الراحل مصطفى البليدي بالفنانتين ميرفت أمين وهدى رمزي. مصطفى البليدي الذي توفى عام 2007 بشكل ميلودرامي بعد معركة ضارية مع البنوك انتهت به إلى السجن وخلفت ديونا قدرت ب 200 مليون جنيه، كان صاحب إمبراطورية ضخمة ساعدته لأن يعيش حياة مترفة، حيث نصر أمواله وممتلكاته على زيجاته المتعددة والتي ضمت اثنتين من أجمل الفنانات التي عرفتهما الشاشات العربية. الفنانة الأولى هي هدى رمزي التي تعرفت على البليدي في قمة ازدهاره. نشأت بينهما قصة حب قللت بالزواج لكنه انتهى بالطلاق بعد أن أصبحت الحياة مستحيلة، لدرجة حدوث الطلاق 3 مرات في عام واحد فقط، لتشعر هدى بالأسى بسبب فشل الزيجة الجديدة، ما دفعها إلى السفر لأداء العمرة في محاولة منها للنسيان. بعد طلاقه من هدى رمزي تعرف مصطفى البليدي على الفاتنة ميرفت أمين عن طريق إحدى صديقتها وتعمل خبير التجميل بينما يعمل زوجها في شركات البليدي. حسبما ذكرت ميرفت في إحدى اللقاءات الصحفية إن البليدي أبدى إعجابه الشديد بها ورغبته في الزواج منها. ميرفت قالت أنها رفضت في بداية الأمر لكنها عندما قابلته وجدت فيه صفات جيدة دفعتها إلى الموافقة ليكون بذلك الزوج الأخير في حياتها. قد قدم لها مهرا عبارة عن شقة فاخرة بشارع جزيرة العرب ومليون جنيه بالإضافة إلى طقم من ألماس. كان حفل الزواج أسطوريا في العالم، حيث أحضر البليدي أطعمة الحفل من باريس بطائرة خاصة. أما عن طقم الألماس الذي أهداه لها البليدي، قد ذكرت الفنانة هدى رمزي أن هذا الطقم كان يخصها وأنها أعادته للبليدي عندما أخبرها أنه يمر بأزمة مالية، لكنها فوجئت بميرفت أمين ترتدي. وعندما سألت الأخيرة عن ذلك قالت أنها لو كانت تعلم أن يخص غيرها ما كانت لتقبله. انتهت الزيجتين بالطلاق، وانتهى مصطفى البليدي فقيرا مطاردا مديونا لا يملك من أيام العز سوى ذكريات عابرة لم تستطع أن تنقذه من أزمته حتى توقف قلبه عن النبض منذ سنوات. لم تكن الحياة الشخصية لميرفت أمين مستقرة، ربما لطبيعة حياتها المهنية في تلك الفترة، فخدت أكثر من تجربة زواج انتهت بالفشل. كان أول أزواج الفنانة ميرفت أمين هو المطرب السوري موفق بهجت الذي ارتبطت به في سن مبكرة من حياتها، شارك معها في فيلم السلم الخلفي الذي قامت ببطولته مع حسن يوسف وصفاء أبو السعود ونخبة كبيرة من النجوم. بعد فترة قصيرة انفصلت ميرفت أمين عن موفق بهجت بعدما تم القبض عليه في قضية مخدرات، وأعلنت لاحقا ندمها على هذا الزواج الذي جاء في سن لم تكن قادرة على الحكم الصحيح حسب قولها. بعد طلاقها تزوجت ميرفت من عازف الجيتار الشهير عمر خرشي الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا الرزق، وبسبب هذه العلاقة تم الطلاق. لكن خرشد الذي توفى لاحقا في حادث سيارة غامض برر هذا الانفصال بانشغال ميرفت أمين الدائم بعملها وإهمال منزل الزوجية، فتم الطلاق بشكل حضاري. ابتعدت ميرفت في زواجها الثالث عن عالم الفن لترتبط برجل الأعمال مصطفى السيد صوي الذي كان يعمل في السويس، ثم طلب منها أن يعمل مدير أعمالها لكنها رفضت وشعرت أن زواجها غير متوافق وكأنه يستغلها فخلعته. الزوج الرابع لميرفت كان الفنان حسين فهمي، ورغم أنها الزيجة الأشهر في حياتها والتي توجت بإنجاب ابنتها منا، إلا أنه حدث الطلاق أيضا. تزوجت ميرفت بعد ذلك من المنتج الفلسطيني حسين الألا، كان سادس أزواجها
ثم بعد ذلك رجل الأعمال مصطفى البليتي. وقد أشيع أنها تزوجت للمرة الثامنة بعد انتقالها للعيش داخل فيلا اشترتها بمنتجع المنصورية بارك بجانب فيلا عادل إمام. بدأت تفاصيلها في أحد الأيام بعد أن تشاجرت مع سائقها الخاص لعدم التزامه وقامت بطرده من عمله، فما كان أمام السائق سوى الذهاب إلى الفيلات المجاورة لفيلا الفنانة للسؤال عن عمل بعدما فقد مصدر رزقه. بعد أيام قليلة شاهدت ميرفت أمين السائق السابق لها وهو يتردد على فيلا بجوارها لتعلم أن السائق ذهب للعمل عند رجل أعمال. ظهر الغضب على ميرفت أمين وقامت بالذهاب إلى صاحب الفيلا لمعاتبته على احتضانه سائق، قامت هي بطرده. وخلال نوبة غضبها حاول رجل الأعمال احتواء هذا الغضب بهدوء ودعاها لتناول القهوة معه، ثم تبادلوا الزيارات حتى طورت العلاقة للإعجاب المتبادل والذي توج بالزواج ليصبح رجل الأعمال هو الزوج الثامن للفنانة ميرفت أمين. يذكر أن رجل الأعمال المذكور أحد رجال الأعمال الذين اتهموا في القضية المعروفة إعلاميا بنواب الكروب، هرب إلى فرنسا 4 سنوات قبل نقض الحكم الذي صدر ضده وهو السجن 10 سنوات خلال فترة هروبه إلى فرنسا. قام بالتسديد 510 مليون جنيه بعدها حصل على البراءة بحكم محكمة النقض بعد تسديد المبلغ الذي حصل عليه من السويس والمصري المتحد والنيل، وذلك عام 2010. بعد ذلك عادت شركة للعمل في المقاولات وبناء المساكن. أما الفنانة ميرفت أمين بدأت رحلتها مع الزيجات عام 1970